كاينين بعض الاشياء اللي خاص كل واحد فيكم ياخذهم بعين الاعتبار وبشويه بشويه حتى يولي يامن بهم، ومن بعد غادي يبدا في واحد السيل دو في واه ويبدا يتوشي الطريق ديال النجاح، واللي هما كالتالي: اول حاجه كتشك في القدرات ديالك وكتشك في راسك، ثاني حاجه كتبقى كتفكر في الماضي بزاف، كتفكر في البارح، في الشهر اللي فات، في العام اللي فات، وثالث حاجه هي الاعتماد على الاخرين، وشحال من واحد تيربط النجاح ديالو بالاخرين وبالتالي كتخلي ليهم الكلي في يديهم همايا، واخر حاجه هي اختلاق الاعذار، وشحال من مره كتوقع لك كتلقى راسك كدير السبه باش ما ديرش واحد الحاجه وبالتالي كتحيد المسؤوليه عليك. وهذه غادي تكون واحد لاسيغي اللي فيها اربعه ديال لي فيديو واللي غادي نتخيطي فيهم هاد اربعه ديال الاشياء، ومن بعد ملي غادي نساليو هاد السيري وتكون فريمون خديتي هاد اربعه الحوايج كون اكيد ما غاديش تبقى انت هو فلان اللي كيتفرج دابا، غادي نشوف فيك لافونسمون، غادي نشوف فيك حسنتي بزاف ديال الحوايج فيك، غادي نشوف فيك عالجتي التفكير ديالك ولاو عندك كو دي بونسي بوزيتيف، غادي نشوف فيك النسخه الجديده ديالك بدات كتبان، غادي نشوف فيك وليتي انسان قادر تحدى الصعوبات واي مكان، غادي نشوف فيك انك قادر تبدع وتخرج البوتونسيال اللي عندك، وغادي نشوف فيك انسان عصامي وناجح قادم في الطريق ان شاء الله. يس ليتس جو. تشكيك في القدرات ما كاينش تقول ليا اللي ما تيشكش في راسو، وبما دو فوا تيجيك شي افكار لي محطمه وتقول لك انت ما قادرش تنجح، انت ما قادرش تفاليدي، انت بلاصتك ماشي هنا، غير سير شوف لك شي بلاصه اخرى، انت غير زيد فوق الكره الارضيه، انت فوزيت مالاد. هادشي كاين وعند با مال دو جون، ولكن انا الدور ديالي اليوم هو ما نخليكش تشك في القدرات ديالك، اذا خاصك تقتل الشخصيه اللي كتجيب لك هاد الافكار السلبيه. انت راه الله ما خلقكش عبثا وما خلقكش باش تكون فاشل وتشك في راسك، وملي قربوا الامتحانات تقول ما غاديش نمشي ندوز حيت ما موجدتش كلشي، او حيت وجدت غير شويه وهادشي ما كافينيش، او حيت صحابي تيناقشوا في شي حاجه وانا تنحس براسي قدامهم بليد في حاله فايتيني وهما سالاو وانا باقي في نصف الطريق، او حتى كدوز شي امتحان وتكون خارج وتسمع صحابك خارجين وتيقولوا انا لقيت هادي انت شحال لقيتي، والاخر تيقول ليه وي حتى انا لقيت النتيجه فحالك، وانت تكون مدير الجواب والريزلت مختلف عليهم وتقول صافي انا مشيت فيها. نو صاحبي نو، انت هو اللي عندك صحيح، ثق في راسك، انت هو اللي غادي تنجح، ما تلومش راسك، افتخر براسك، واخا هاد العام ما وجدتيش كلشي غير هذاك الشيء اللي خدمتي غادي تكون فيه البركه ان شاء الله، ولا درتي شي اخطاء هاد العام المره الجايه غادي تكون صححتي حيت غادي تكون تعلمتي من الاخطاء ديالك، انت عندك قدرات رهيبه غير خاصهم يبرزوا، دونك عاون راسك وما تفكرش في البارح وفي الماضي وشنو وقع لك، فكر في انك غادي تكون قادم وغادي تكون لا ليجوند في المستقبل ان شاء الله. كخوا اون توا اي تي فا ريوسير. الا كنت كنشك في راسي من اليوم ما غاديش نبقى نشك في راسي، حيت انا سميتي فلان وهاد السميه غادي نصنع منها اون مارك في المستقبل، وانت اللي كاين وما كاين ما احسن، ولا ما كنتيش اليوم ميور دوما تي لو سرا ان شاء الله. جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج. See ya next time.